حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. صباح الخيرات على كل حضراتكم ويومكم جميل جميعا إن شاء الله، وأهلا بيكم في بداية حلقتنا النهاردة. النهاردة إن شاء الله عندنا شوية أخبار عايزين نقول لحضراتكم عليها، وعندنا شوية مستجدات عايزين نعرف حضراتكم بيها. وبالنسبة للأخبار هي كلها أخبار حلوة الحمد لله، تتماشى مع اللي حاصل في بلدنا في الفترة الأخيرة. أكيد هنتكلم كمان عن الرياضة المصرية أو الرياضات المصرية المختلفة، سواء محليا إقليميا أو دوليا. هنروح للصحافة الرياضية، هنعرف آخر الأخبار في الفروع المختلفة والفرق المختلفة في النادي الأهلي إن شاء الله. كل ده هيحصل كالعادة في الساعة الأولى، لأن ساعتنا الثانية النهاردة هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هيكون منورنا من خلالها الكابتن إيهاب المصري، مهاجم منتخب مصر السابق، وأكيد هنتكلم معه عن كتير من الأمور اللي تهم حضراتكم. والفقرة الثانية هتكون منورنا فيها دكتورة دينا أبو السعود، وبرضه هنتكلم من خلالها إن شاء الله عن موضوع يهم كتير من حضراتكم. في البداية كنا يعني اتكلمنا قبل كده عن أهمية زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر. الجديد بقى حضرات إنه إن شاء الله هيوصل القاهرة إن شاء الله يوم الجمعة مساء، الجمعة القادم بإذن الله، مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية. وهتشهد هذه الزيارة مقابلة السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكلام ده هيحصل إن شاء الله يوم 24 سبتمبر، من أجل إن هم يعرضوا على سيادته فكرة تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036، لأن من خلال هذا الأمر ستكون مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير، طبعا حاجة في منتهى الأهمية. كمان هيقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمان تفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشآت الرياضية المصرية المختلفة. حاليا يعني بتعمل اللجنة الأولمبية المصرية وهيئة استاد القاهرة الدولي للترتيب لكل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة، وكمان التجهيز ليها خلال إن شاء الله الفترة الحالية. وطبعا دي زيارة في منتهى الأهمية، وبتؤكد على اهتمام ودعم فخامة الرئيس للرياضة ولكافة الرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية، اللي الحقيقة بتخطو خطوات مهمة جدا على المستوى العالمي في الفترة الحالية فيما يتعلق بفوز كتير جدا من أبنائنا وبناتنا ميداليات مختلفة متنوعة في بطولات عالمية مختلفة. دي من ناحية، ومن ناحية تانية ودي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم امبارح لو تفتكروا، فكرة تألق مصر في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحسن تنظيم وحسن استضافة فعاليات أهم وأكبر البطولات العالمية في الرياضات المختلفة. يعني حاجات كتير اتكلمنا فيها، مش عايزين نقعد يعني نعددها كل شوية، ولكن الحقيقة يعني وماله لما نعددها كل فترة والتانية، على الأقل عشان نفكر نفسنا ان احنا دلوقتي بقينا يعني في وضع أصبط بكتير مما كنا عليه زمان. الحقيقة ودي كلمة حق لازم تتقال. تعالوا بقى نروح لأخبار المنتخب وآخر الاستعدادات للمباريات الودية. امبارح وصل محمد صلاح للقاهرة بسلامة الله للانضمام لمعسكر المنتخب، كمان نتيجة مسحة اللعيبة المحترفين محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد جاءت سلبية، وبالتالي انضموا لمعسكر الفريق استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا المقرر ليهم إن شاء الله يومي 23 و 28 من سبتمبر الجاري في 8 مساء باستاد الإسكندرية. دي حاجة. حاجة تانية، المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي عقد اجتماع مطول بفرع مدينة نصر في حضور كل من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر الجلسة. وناقشوا خلال هذا الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، وكمان أوصى هذا الاجتماع بعدد من التوصيات من ضمنها الموافقة على طلب جهاز السباحة باستمرار عمل المدارس بالمنطقة الترفيهية بفرع النادي في مدينة نصر، وكمان البدء في عملية تدفئة المياه في ضوء الدراسة المقدمة من مدير المنطقة، وكمان شراء برجي كرة سلة بالصالة المغطاة، وأيضا الموافقة على إقامة الحفل السنوي السادس لأكاديمية الباليه، واللي إن شاء الله سيقام في دار الأوبرا المصرية، وبالتالي كمان تم اعتماد الميزانية المخصصة لإقامة هذا الحفل. كمان تمت الموافقة على تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل المواصفات الفنية لتغيير أرضية ملاعب كرة اليد في مقر النادي بالجزيرة، وكذلك الموافقة على الممارسة الخاصة بشراء الأدوات المطلوبة من جهاز الكرة الطائرة رجال وسيدات، وأيضا الموافقة على سفر مدرسة
مدربة السباحة عزيزة محمود محمد إلى كندا لحضور الدورة التدريبية للاتحاد الدولي للسباحة، وأيضا الموافقة على أعمال تغيير كابلات الإنترنت بالصالات الجديدة بفرع النادي بالشيخ زايد. يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده أو سمعتم، يعني ملفات كتيرة جدا بيتم تجميعها ومناقشتها في الوقت المناسب، وبالتالي بيتم اتخاذ القرارات اللي صناعها يعني مستنيين إن هي تحصل بالفعل. لأن الحقيقة النادي الأهلي، ودي بتبان لنا من حاجات كتير سواء بنتكلم فيها مع حضراتكم من خلال البرنامج أو من خلال مشاهداتنا إحنا الشخصية في زياراتنا لفروع النادي المختلفة، الحقيقة كل القائمين على كل الفروع ما بيسيبوش لا كبيرة ولا صغيرة تخص أصغر عضو في النادي انتهاء بالأكبر سنا على الإطلاق، غير ما بيعملوا جاهدين على توفيرها لكل الأعضاء. وطبعا دي برضو من ضمن السمات المميزة جدا للنادي الأهلي في علاقته بجمهوره ورواده، يعني حاجة عظيمة جدا الحقيقة. عايزين نقول لكم خبر جديد، تصدر الثنائي عبد الله ممدوح ويوسف بدوي التصنيف العالمي للكاراتيه، وجاء علي الصاوي في المركز الثاني، وده بطبيعة الحال نتيجة كل اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا فترة، الجهد اللي بيبذله طبعا اللعيبة لعيبة المنتخب منتخب الكاراتيه، والنتائج اللي حققوها كمان في منافسات بطولة الدوري العالمي اللي أقيمت في أذربيجان، وكمان بطولة شمال إفريقيا اللي أقيمت في تونس مؤخرا. وكان يوسف بدوي لاعب منتخب الكاراتيه كان توج بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة الدوري العالمي، وكمان توج عبد الله ممدوح بالبرونزية في منافسات البطولة، حاجة عظيمة ومشرفة، وإن شاء الله يعني دي حاجة أكيد تطمعنا بقى، وده طبع يعني مشروع في الحالة دي ان احنا مستنيين من ابطالنا المزيد من النجاحات ان شاء الله الفترة اللي جاية. بالمناسبة بعثت المنتخب المصري دي الريشة الطايرة لذوي القدرات الخاصة، وصلت امبارح لأوغندا عشان يشاركوا في بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 من سبتمبر الجاري. وبرضه بالمناسبة المنتخب يعني الحقيقة عمل نتائج مميزة جدا على المستوى الدولي، وسبق للاعبتين شيماء سامي وياسمينة عيسى المشاركة في بطولة أوغندا الدولية واللي أقيمت في الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر، وحققت شيماء ثلاث ذهبيات فيما حصدت ياسمينة ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي، برضه حاجة عظيمة. طيب احنا من يومين كان معانا على التليفون الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وطمنا من خلال مكالمتنا معاه على حالة الجو ودرجات الحرارة في الأسبوع اللي احنا فيه. طيب بالنسبة للأسبوع الجاي بقى إن شاء الله إيه الأخبار؟ ده اللي هنحاول نعرفه من الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي منورانا. صباح الفل على حضرتك يا دكتورة منار، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يا ترى ايه الاخبار الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ هو احنا خلينا نقول ان احنا غدا الاول هنشهد ارتفاع مؤقت في درجات انحاء الجمهوريه، هنحس بالاجواء شديده الحراره فترات النهار، هيكون مؤقت ان شاء الله من يوم الجمعه يمكن نحسها اكثر مع يوم السبت، هيحصل انخفاض في درجات الحراره هتعود بالمعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. احنا بنقول الخميس متوقع العظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، لكن ان شاء الله اعتبارا من الجمعه هيكون ما بين ال 32 وال 31، فباقي ايام الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون في انخفاض في درجات الحراره لتتراوح زي ما قلنا ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه. طب فكره التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، هل دي طبيعه الفصل اللي احنا فيه ولا ده نتيجه ايه بالظبط؟ لا هو هي تبقى السمة أساسية خلال الشهر اللي جاي تقريبا، لأن احنا بداية فصل الخريف دايما هنحس بالتذبذب في درجات الحرارة في اليوم الواحد، هنحس فترات النهار بارتفاع الحرارة أو بحرارة بعض الشيء، فترات الليل وخاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل هنحس ببعض البرودة، فاحنا الفترة دي هي فترة يعني تقلبات جوية خاصة في درجات الحرارة، الأسبوع الواحد هنحس بارتفاع وانخفاض، وكمان اليوم الواحد الى ان تستقر درجات الحراره نحو الانخفاض، لكن النص الاول من فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه خاصه في درجات الحراره، بالاضافه كمان بدايه فرص وسقوط الامطار على المناطق الساحليه او حتى كمان المناطق الجنوبيه، يعني احنا غدا وبعد غدا هيكون في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق سواحلنا الشماليه، هي فرص طبعا سقوط امطار خفيفة. والفرصه كمان ضعيفه، لكن بدايه الاجواء الخريفيه ان شاء الله متوقع يوم الجمعه القادمه بدايه فصل الخريف اللي دايما معروف فيه فرص الامطار وانخفاض درجات الحراره. طيب اللي حضرتك بتتفضلتي بيه ده معناه ان في مثلا تحذيرات معينه تحبي حضرتك تعرفينا بيها، متعلقه مثلا بالشبوره في الصباح الباكر، متعلقه بفكره ان الواحد ما يتخدعش في درجه الحراره فيخفف او يتقل هدومه، يعني النوع ده من الامور؟
هو طبعا على مدار فصل الخريف خلينا نقول الايام القادمه ان شاء الله مش هيبقى في اي حاجه تقدر تاثر على الساده المواطنين، لكن في فصل الخريف وخاصه في النص الاول من فصل الخريف كثافه الشبوره المائيه هتبدا تزيد، هتبدا تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور في اوقات تكون الشبوره المائيه اللي بتكون دايما في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. كمان نوعيه الملابس مش عاوزين يعني ننخدع في تغيير نوعيه الملابس بشكل كبير، لان احنا هنيجي في فترات النهار هنحس بارتفاع الحراره، فترات الليل هنحس بالبروده. بالاضافه كمان طبعا نتابع جيدا النشرات الجويه، لان الخريف تحديدا معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، زي ما قلنا حالات عدم الاستقرار الشديده اللي ممكن تكون معها سقوط امطار غزيف، فمهم جدا متابعه النشرات الجويه بصوره يوميه لان دي فتره تقلبات جويه. الحقيقه زادت في الفتره الاخيره اهميه متابعه النشرات الجويه، يعني اخذا في الاعتبار اللي بيحصل في العالم كله من مفاجات جويه نتيجه تغير المناخ. وبالمناسبه دكتوره منار لو تسمحي لي اروح مع حضرتك لما هو ابعد شويه من الاسبوع الجاي، انا بكلمك على موسم الشتاء القادم ان شاء الله، هل من المتوقع ان نشوف اي اجواء غير اعتياديه نتيجه تغير المناخ؟ بالفعل احنا بدانا نتاثر في جمهوريه مصر العربيه بعنف الظواهر الجويه بسبب التغيرات المناخيه. احنا في الخريف العام الماضي شفنا سيول اسوان وحصل فيها خسائر ماديه وبشريه وكانت امطار غزيره. احنا موسم الامطار بيبدا مع فصل الخريف مع تقريبا في شهر 10 منتصف شهر 10 بيستمر معانا الخريف وكمان الشتاء. بيبقى موسم سيول على المناطق الجنوبيه سلاسل جبال البحر الاحمر جنوب الصعيد وسيناء، وامطار طبعا على المناطق الساحليه. ففي ظل التغيرات المناخيه بدانا نشاهد عنف الظواهر الجويه، يعني احنا معتادين على امطار لكن كميات الامطار الكبير مش معتادين عليه. عنف الظواهر ان احنا نشوف برد او اماكن بتتغطى بالكرات الثلجيه يعني مساحه كبيره جدا، ده احنا مش متعودين عليه في جمهوريه مصر العربيه. بالفعل في ظل التغيرات المناخيه مهم جدا متابعه النشرات الجويه، مش هتفاجئ بالجو عامل ازاي، واحنا طبعا في انذار مبكر دايما قبل اي حاله جويه بنصدره بوقت كافي عشان نبدا ناخد احتياطاتنا احنا المواطنين والساده المسؤولين. بالمناسبه دكتوره منار، هل نتيجه برضو المتغيرات اللي استجدت في حياه العالم كله في الفتره الاخيره، احنا خلينا فيما يتعلق بينا احنا في مصر، هل نتيجه تغير المناخ بيكون في شكل من اشكال التنسيق بين حضراتكم في الهيئه العامه للارصاد الجويه وبين القائمين على الادارات المعنيه بتسيير الامور في حال وجود مثلا لا سمح الله سيول، فيضانات، النوع ده من الامور؟ انا بتكلم على جهات او هيئات من عينه هيئه الصرف الصحي او اي هيئات معنيه بهذه النوعيات من الامور. طبعا احنا في تواصل دائم، يمكن احنا بدانا كمان نسمع مؤخرا في السنوات الماضيه عن الاجازات اللي بناخدها اجازات استباقيه بسبب سقوط الامطار الغزير، فاحنا دايما في تواصل دائم مع غرفه دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الساده المحافظين في كل محافظه، كمان في الهيئه العامه للارصاد الجويه مع حالات عدم الاستقرار بيبقى في غرفه عمليات كل متنبئ وكل اخصائي بيبقى متابع مع كل محافظه على حده، منظومه الصرف الصحي، الادارات المحليه، دايما في الحالات الجويه احنا بنعمل طبعا انذار قبلها بوقت كافي عشان نبدا ياخدوا احتياطاتهم ويقدروا يوزعوا العربيات لو في سقوط امطار غزير في المناطق، او حتى كمان يعني تنظيف مخرات السيول او المناطق اللي هيحصل فيها سيول، الطرق والكباري عشان خاطر اغلاق بعض الطرق حالات السيول او حتى الشبوره المائيه. فاحنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه في تعاون كامل بيننا وبين غرف ازمات المحافظات وغرف الدعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. ده شيء محترم وشيء في منتهى الاهميه الحقيقه، لان احنا على مدار الكام سنه اللي فاتوا وقبل حتى ما تتفاقم مشكله تغير المناخ، حتى بكلمك على الصعيد المعتاد من الجو يعني عندنا في مصر، في اماكن كتير قوي في شتويات سابقه وحضرتك ادرى مني مليون مره اكيد متابعه اكتر مني كمان، في محافظات شبه غرقت نتيجه عدم الاستعداد كما ينبغي، بما فيها محافظات ساحليه زي اسكندريه كان في مشاكل في وقت من الاوقات في الحاجات اللي اظن اسمها الشنايش او حاجه زي كده لو انا مش غلطان، اللي هي بتتصرف من خلالها مياه الامطار الزائده. بالفعل في حالات يعني يمكن 2015 2019 كان في حالات حصل فيها غرق للمناطق الساحليه زي اسكندريه، بالفعل مناطق كمان من جنوب البلاد في بعض القرى غرقت بشكل كامل. لكن الحمد لله يعني احنا مؤخرا بقى التواصل الكبير بيننا وبين الساده المسؤولين ومتخذ القرار في الدوله او في المحافظه ده بيسهل علينا او بيسهل عليهم كمان ان احنا نتفادى اي خسائر ماديه وخسائر بشريه طبعا. صحيح.
طب ده شيء جميل جدا، وسعداء بمشاركه حضرتك معانا، وبنشكرك على وجودك معانا دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. وخلينا نختم الجزء ده من الكلام بان ربنا يسلم ان شاء الله فيما يتعلق بالحاله الجويه. طيب خلونا دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل. اتفضل. عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم. خلونا بقى نروح على السريع على مقر أو فرع النادي الأهلي بالجزيرة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم عشان تعرفنا إيه آخر الأخبار والمستجدات. يا هنا صباح الفل. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي. يا هانا قبل ما تنقلي لنا كل الأخبار اللي أنت معودانا عليها بالفريق الأول لكرة خليني بس أقول لك حاجة، أنا آسف إن أنا قطعت استرسالك، بس المعلومة دي مهمة لأن زميلنا العزيز إبراهيم طمان لسه قايل لي من شوية إن أنت كان عيد ميلادك من يومين، فعقبال مليون سنة يا رب، كل سنة وأنت طيبة. وانت طيب يا كريم، طبعا بشكرك جدا. كل سنه وانت طيبه وربنا يسعد لك ايامك، واسف مره ثانيه للمقاطعه، بس الحدث جلل برضو كان لازم نهنيك. اتفضلي احنا سامعينك يا هنا. بشكرك جدا طبعا يا كريم مره ثانيه، وخلوني بقى ابدا اخبارنا النهارده، والبدايه من الفريق الاول لكره القدم. يعني زي ما احنا عارفين الفريق بيستعد بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يعني يا كريم هو في معسكر مغلق منذ بدايه الاسبوع، النهارده ان شاء الله هيخوض اول مباراه وديه. المباراه هتكون امام فريق باتشو جيت، هتكون الساعه 4 العصر على استاد الاهلي والسلام. يعني الفريق النهارده كان خاض مران صباحي، بالتحديد كان الساعه 9:30 صباحا، يعني بعد دقائق قليلة ان شاء الله هيعود مره اخرى لفندق الاقامه، وبعد كده ان شاء الله هيغادر بقى لملعب المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان قرر ان الفريق يخوض عدد او سلسله من المباريات الوديه ضمن طبعا الخطه للاستعداد للموسم الجديد. زي ما قلت النهارده هتكون اول مباراه امام فريق باتشو جيت، يوم 25 هتكون امام فريق اسوان، ويوم 29 هتكون امام طلائع الجيش. بيستعدوا بقى للموسم الجديد اللي هيبدا طبعا في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يكون موسم مليء بالبطولات والإنجازات طبعا كعادة النادي الأهلي. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم أول مباراة في الموسم الجديد، وبداية بقى مشوارهم للموسم الجديد. المباراة هتكون أمام فريق مدينة نصر، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني سيدات كرة السلة استعدوا طبعا بشكل قوي جدا للموسم الجديد، كمان كنا شفنا ان هم خاضوا مباراة ودية منذ ايام قليلة امام فريق الاتحاد السكندري، قدروا يسيطروا على كل مجريات المباراة وقدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 75-35. ان شاء الله النهاردة كده يبدأوا بقى الموسم الجديد بتألق ويسيطروا ايضا على مباراة اليوم. كمان بقى خلونا نروح لرجال كرة السلة اللي النهاردة برضو هيكون عندهم مباراة امام فريق هليوبلس ورابع جولات بطولة منطقة القاهرة. المباراة هتكون على صالة هليوبلس. يعني رجال كرة السلة حتى الآن طبعا ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة منطقة القاهرة، محققين العلامة الكاملة. وخليني بقى أفكر حضراتكم بنتائجهم في المباريات الماضية. يعني قدروا يفوزوا على فريق الكهرباء بنتيجة 83-19، فريق السكة الحديد بنتيجة 90-22، وطبعا كان انسحب فريق الطيران فالمباراة احتسبت للنادي الأهلي بنتيجة 20-0. إن شاء الله النهاردة كمان أمام هليوبلس يقدموا مباراة كبيرة جدا ويكونوا مستمرين في حصد العلامة الكاملة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فريق الطيران يوم السبت القادم هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الأمير عبدالله الفيصل. يعني أيضا الحقيقة سيدات كرة اليد حتى الآن عاملين نتائج جيدة جدا في بطولة الدوري. آخر مباراة طبعا كانت أمام فريق المعادي، قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 30-20. إن شاء الله أيضا يوم السبت القادم يقدموا مباراة كبيرة جدا.
كمان بقى استكمالا للحديث عن كرة اليد، خلونا نروح لرجال كرة اليد. النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 2 في صالة الجيم، وبعد كده طبعا بيكون عندهم تدريب بالكرة وتدريبات فنية على صالة النادي الأهلي. المباراة القادمة هتكون طبعا أمام فريق الجزيرة، هتكون يوم الجمعة القادم هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ودي بقى ثاني جولات بطولة الدوري بالنسبة لرجال كرة اليد. يعني المباراة الأولى أيضا كانت أمام فريق المعادي وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 31-23، إن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة يوم الجمعة القادم. أخيرا بقى يا كريم خلينا نروح للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة أيضا بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم الأول تدريب بدني الساعة 7 مساء في صالة الجيم. يعني خليني أقولك يا كريم أنه سواء سيدات أو رجال كرة الطايرة بيستعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد، يمكن لسه لم يتم تحديد موعد بدء الدوري، لكن هم بيستعدوا بقوة عشان يكونوا مستعدين جيدا لبطولة الدوري، لأن طبعا عندهم هدف واحد بس هو تحقيق البطولة. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خلوني أنقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء كالعادة بدأوا بالفعل التواجد على النادي منذ الصباح الباكر، كمان يمكن في بعضهم بيمارسوا الرياضة، يعني كريم في حالة كده من النشاط داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 27، يعني كل أعضاء النادي الأهلي اللي بيتابعونا تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم داخل النادي. يعني كريم دي كانت أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. بنشكرك على هذه التغطية، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة هانا أبو قاسم، ومرة تانية عقبال مليون سنة وربنا يسعد لك أيامك يا رب إن شاء الله، شكرا ليك. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية، والحقيقة أنا معايا أربع منشطات عايزين نعرف التفاصيل المتعلقة بيهم، وده اللي هنعرفه حالا وعبر سكايب من خلال وجود الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج معانا. أستاذ صبري صباح الفل عليك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الفل على كل الاهلاويه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. الحمد لله. بص يا زعيم، احنا دلوقتي معانا اربع منشطات، هستاذنك ان احنا نبتدي بالوطن سبورت والعنوان الرئيسي فيها رياضيا طبعا، اربع مستفيدين من التوقف الدولي في ليفربول ابرزهم محمد صلاح، ده المنشط. وسؤالي لحضرتك، شايف انت وجهه نظرك في ايه مدى استفاده محمد صلاح من فتره التوقف الدولي؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه، هل شايف ان الوديتين اللي هيشارك من خلالهم محمد صلاح مع منتخب مصر ممكن يبقى لهم اثر طيب وايجابي عليه فيعود مره ثانيه لليفربول بوضع افضل نسبيا؟ هو الاستفاده طبعا ان هو مبدئيا يبعد عن الاجواء المشحونه والمضغوطه في ليفربول، الاوضاع مش افضل حاجه والنتائج مش ما كانتش جيده مع بدايه الموسم، ففي حاله كده من الإحباط يعني مسيطرة على النادي هناك، فهو فرصة يغير جو ويبعد عن الأجواء دي. هيبقى قدامه وديتين سهلتين نسبيا لمنتخب مصر، فرصة ان هو يستعيد حسيته التهديفية، لان هو مش ماشي بنفس المعدل بتاع السنين اللي فاتت، وبالتالي بقى في جاب كبير بينه وبين هالاند. ده مش هقول ان هو هيحبط صلاح، انما يعني شخصية صلاح بتقول لا، ان صلاح هيجز اكتر وهياخد الايام بتاعه التوقف الدولي دي فرصه كده اللي هو ايه، عارف، عشان يقدر ينطلق مره ثانيه. قد يكون اللي حاصل ده ما احبطش صلاح، لكنه الى حد كبير احبط محبي وعشاق محمد صلاح. وبالمناسبه انت شايف ان اللي حاصل مع محمد صلاح في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، هل لان في حاجه استجدت نتج عنها ان هو ما بقاش بيهدف زي الاول، ولا نتيجه ان بقى مطلوب منه دلوقتي حاجة تانية غير اللي هو كان بيعملها؟ يعني بقى كان الأول محمد صلاح الفينيشنج غالبا ما بيكون عنده، لكن دلوقتي بقى مطلوب منه إلى حد كبير صناعة الفرصة، فده أكيد بيأثر بالسلب على تهديفه هو شخصيا. بالظبط، هما الحاجتين، الحاجة الأولانية ظروف الفريق، سواء برحيل ساديو ماني وعدم تعويضه بلاعب بنفس المهام، أو إصابة حتى في الفترة اللي كان مصاب فيها تياجو أليكانتارا، كان مؤثر جدا على نص الملعب. احنا شفنا الأداء بتاع ليفربول بدأ يتحسن من الماتش اللي فات لأن تياجو كان موجود، صحيح مش بكامل حمولته الفنية والبدنية، إنما وجوده 90 دقيقة فرق كتير جدا مع ليفربول، وفرق مع صلاح نفسه لأنه صحيح. بقى أقرب للجول وسجل طبعا. صلاح من أول الموسم بيلعب كجناح صريح، ما بيقربش من الجول قوي، وبمهام دفاعية أكبر صحيح. كل ده أثر على تواجده وعلى حضوره التهديفي.
اظن مع عوده دييجو جوتا اللي هو واحد من الاربعه المستفيدين من التوقف الدولي لانه برضه كان مصاب لفتره، فعنده فرصه ان هو يلعب ماتشين مع منتخب بلاده ويستعيد بيهم يعني كفاءته الفنيه والبدنيه عشان يكون متاح لليفربول. دييجو جوتا هيوفر حل هجومي كويس لليفربول ومتنفس كمان لصلاح لانه برضه هداف وبرضه بيقدر يقدم فينش كويس قدام الجول، وفي تعاون بينه وبين صلاح من السنه اللي فاتت كان كويس جدا. فاعتقد ان الفتره الجايه مع عوده المصابين لليفربول الوضع هيتحسن بشكل كبير يعني. جميل. طيب ده اولا. ثانيا بالنسبه لي يلا كوره، العنوان بيقول وكنا لسه بنتكلم عنه من شويه، الخارق هالاند، لعنه كلوب، صيحه تين هاج، رقم قياسي وسر ذهبي في البريمير ليج. ده العنوان وهم مقسمينه كذا جزئيه. انا سؤالي لحضرتك يعني عايزين نعرف يعني تقييمك ورؤيتك للي حاصل في النسخه دي تحديدا من الدوري الانجليزي، وفي رايك ايه سبب اخفاق ليفربول وماذا تتوقع لهالاند في الايام القادمه؟ هي مجموعه اسئله الحقيقه مش سؤال واحد. تمام. هو الدوري الانجليزي طبعا يعني دايما دوري هو الدوري رقم واحد في العالم ودوري المتعه، واي كلام يتقال عن مدى قوه هذه المنافسه ومدى مفاجاتها دايما لينا سواء بنتائج او بفرق بتكون معرضه للانهيار وفجاه نلاقيها بتعمل ريمونتادا وتنطلق من اول وجديد، نشوف فرق ليها باع او في السنين الاخيره قدمت اداء جيد، السنه دي بنشوفها منهاره زي ليستر مثلا. يعني دايما الدوري الانجليزي الحقيقه فيه جديد. الجديد السنه دي طبعا في انهيار لفرق ما كانش متوقع ان هي تنهار، ومنهم ليفربول ومنهم ليستر على وجه التحديد يعني. وكمان في فرق بدات بدايه متعثره جدا زي مانشستر يونايتد مثلا، والكل قال ان تين هاج مش هيعمل حاجه والفرقه يعني بالشكل ده يعني مستقبلها يعني مجهول وغير واضح المعالم ومن سيء لأسوأ. ثم انطلاقه عظيمه بعد كده مع برضه مع نفس المدرب تين هاج، وبعد ما خسروا اول ماتشين لعبوا حوالي خمس او ست ماتشات، بعد كده خمس ماتشات كسبوا منهم اربعه وتعادلوا واحد وبقى ده كويس جدا. فالفرقه تحولت تحول كبير، في حين ان فرق ثانيه بدات برضه بدايات متعثره. ليفربول مش نتائجه سيئه وعنده مشاكل في السكواد بتاعه لانه ما عوضش اللعيبه اللي رحلت، وعنده مشاكل في خط النص كان اقترح على كلوب ان هو يدعمها وهو رفض، وده اثر بالسلب وهو الراجل اعترف بالخطا ده يعني. بالنسبه لهالاند، فهالاند يعني احنا كنا متخيلين طبعا هو لعيب كويس جدا، سنه صغير صحيح لكن هداف كبير يعني طبعا. قلنا برضو هياخد شويه وقت على ما يتاقلم مع البريمير ليج، لكن الراجل محتاجش وقت يعني. ما كدبش خبر ده، فاضل شويه ويطير في الملعب يا اكسلانس. يعني بالظبط هو تقريبا طار يعني، هو بيعمل حاجات مش منطقيه وارقام غريبه جدا صحيح يعني. هو فرود او نموذج للمهاجم الحقيقه يعني طبعا. طبعا عشان تقعد حتى تعدد تقول هو مميز في ايه عشان تطلع له ميزه او اثنين، لا انت هتلاقي اكتر من صحيح. ميزه واثنين وثلاثه واربعه يعني حاجه. مهاجم من طينه الكبار ده هيبقى من لو استمر بالشكل ده الحقيقه هيبقى من اعظم اللعيبه اللي جابهم التاريخ يعني. صحيح صحيح صحيح. طيب نروح معاك للرياضيه والعنوان فيها بيقول المنشطات تحرم كيتا من المونديال، وانا سؤالي لحضرتك في رايك ما مصير كيتا حاليا بسبب ازمه المنشطات اللي هو واقع فيها؟ كيتا بالدي لاعب سبارتاك موسكو تعرض للايقاف بسبب هو مش معلوم الحقيقه بسبب تناول منشطات ولا لا، لانه بيقولوا ان العينه بتاعته كانت سلبيه، لكن في الاجراءات يعني هو تقريبا يعني الموضوع مش مفهوم قوي، لكن هو تعرض للايقاف لحد 5 ديسمبر، 5 ديسمبر ده اللي هو مع بدايه تقريبا دور الثمانيه في كاس العالم. فده غالبا هيكون بنسبه يعني ممكن نقول 95% او اكتر مش هيكون موجود في قائمه السنغال في كاس العالم. ضربه كبيره ليه وضربه كبيره طبعا لمنتخب السنغال، وواحد من اللعيبه من لعيبه خط الهجوم المهمين للمنتخب السنغالي طبعا. بس لو التحاليل اثبتت عدم تلقيه لاي منشطات، طيب ما هو لو التحاليل خطأ اصلا في الاجراءات أثبتت، هو ذنبه ايه في الحاله دي؟ هي التحاليل اثبتت اصلا ان هو ما فيش يعني ايقافه مش بدعوى تناول منشطات. حلو. امال الحقيقه ان التقرير اللي كان طالع الحقيقه مش واضح قوي، لكن هو بيقول انه في هو عمل مشكلة في الإجراءات. إيه هي طبيعة المشكلة لسه مش معلومة إيه هي. دي لأن حتى التناول المنشطات ما بيكونش إيقافه 3 شهور يعني تبقى مدة أطول من كده، فهو واضح إن هو عمل مشكلة ما، فمع الجهة اللي هي
حل المنشطات، فبالتالي تم ايقافه 3 شهور لحد 5 ديسمبر، وده بنسبه كبيره جدا جدا جدا، لان السنغال حتى مش متوقع ان هي تكمل، يعني وصولها لدور الثمانيه هيكون مفاجاه طبعا كبيره، مش متوقع ان هي تكمل بعد كده، فما اعتقدش ان هو هيكون متاح لمنتخب السنغال، يعني ما اعتقدش ان هم هيضحوا بمكان في القائمه عشان يستفيدوا بكيتا بالدي في المباريات اللي بعد كده، اللي بعد دور الثمانيه. طيب، واخيرا وليس اخيرا، من خلال موقع صدى البلد العنوان بيقول رابطه الدوري الايطالي تعلن ايقاف دي ماريا لمباراتين، فهل غياب دي ماريا هيأثر بالسلب اكتر على يوفنتوس اكتر من اللي حاصل معاهم؟ يعني هو يوفنتوس مش ناقص الحقيقه، يوفنتوس من اول الموسم بيقدم اداء سيء جدا، ما يعني ما كانش حد متخيل ان البدايه تكون بالشكل ده. تقريبا هم حاليا في المركز الثامن في الدوري، انخيل دي ماريا المفروض ان هو بالنسبه لهم صفقه كبيره، لعيب صحيح جاي فري انما اسم كبير جدا، وكان منتظر ان هو يكون اضافه فنيه كبيره لليوفي، لكن اللي حصل ان هو تعرض لطرد مباشر بسبب تعمده لايذاء لاعب المنافس في نادي مونزا، وهم طرد في الدقيقه 40، وهم كمان خسروا الماتش، ثم هيواجه عقوبة بالإيقاف ماتشين. فالوضع الحقيقة في يوفنتوس صعب جدا، محدش كان متخيل ان يعني أليجري هينزل بالفرقة للدرجة دي، يعني تدعيماتهم السنة دي هم عملوا تدعيمات، لكن هم دايما الحقيقة بيبصوا على اللعيبة الفري أكتر ما بيبصوا على احتياجاتهم، خصوصا في الفترة الأخيرة، يعني ما بيحبوش يدفعوا فلوس قوي، بيدوروا على اللعيبة الفري، حتى لو في لاعب تاني متاح في المركز اللي هم محتاجينه افضل بس هيدفعوا فيه شويه فلوس، لا، الواضح ان اليوفي في السنين الاخيره دايما بيدور على اللعيبه الفري وبيجيبهم، وبالتالي بيجيب لعيبه عاده بتكون كبيره. سياسه الاستخسار دي ما هي سمعت معاهم بالسلب، هو بقى وضعهم ما يعلم به الا ربنا حاليا. بالظبط. هو بالمناسبه يا استاذ صبري، يعني انا عايز اسالك بقى، ده سؤال عام متعلق بالدوريات الاوروبيه بشكل عام، مش بدوري بعينه، يعني هو ايه اللي حصل وايه اللي استجد نتج عنه ان بقى في ثوابت كتير اتغيرت؟ يعني في فرق وفي انديه وفي اسماء لعيبه طول عمرها في القمه، بل في قمه القمه كمان، ولكن ما تفهمش ايه الكعبلات اللي تعرضوا لها في الفتره الاخيره، فنتج عنها ان انت دلوقتي ما بقتش حتى من السهل بالنسبه لك ان انت تستنتج مين اللي هيحصل على لقب الدوري في مثلا انجلترا، في فرنسا، في المانيا، في اسبانيا، ايه اللي حصل؟ طبعا في اكتر من حاجه، يعني مبدئيا هي طبيعه الزمن، الزمن دوار زي ما بنقول، والثانيه ما بتثبتش على حال، ففي انديه او في لعيبه بتتقدم في العمر مثلا، فطبيعي ان هم مش هيقدموا نفس الاداء اللي كانوا بيقدموه من سنين فاتت، مردودهم الفني والبدني وعلى الصعيد الرقمي كمان بيقل، ده طبيعي. كمان موضوع الاستثمار في الانديه في اوروبا غير الخريطه بشكل كبير، لان بقى في رجال اعمال سواء من الخليج او من مصر او حتى من امريكا. صحيح. الخليج ومصر وامريكا وروسيا يعني في بعض الاحيان، وروسيا بالظبط، فبدا في رجال اعمال يتجهوا ان هم يستثمروا في الانديه ويشتروا الانديه، وعاده بتكون الانديه دي في فترات تعثر، فبتيجي تشهد نهضه كبيره. مانشستر سيتي ما كانش نادي كبير قبل ما الامارات تستثمر فيه، تحول الى اغول او عملاق كبير. نيوكاسل متوقع ان هو يكون على الطريق، استون فيلا كان في الدرجه الثانيه، جاري التجهيز حاليا بالنسبه لنيوكاسل. بالظبط. استون فيلا كمان ما كانش من يعني كان خلاص هبط وفي الدرجات الادنى، وبعدين مع نصيف ساويرس تقدم ورجع تاني وبقى رقم مهم في الدوري الانجليزي في السنتين اللي فاتوا. فالتجربه زي برينتفورد الحقيقه اللي هي احنا محتاجين نبص عليها كتير، والناس اللي اشتغلوا بميزانيه قليله جدا واهتموا بالسكاوتنج جدا، وبالتالي قدروا يكونوا فريق قوي، صعدوا بسرعه من الدرجه الرابعه لحد البريمير ليج وبيقدموا اداء ممتاز وكسبوا فلوس كتير جدا. فالحقيقه ان الاستثمار في كره القدم في السنين الاخيره مش بس في الدوري الانجليزي، في الدوريات الثانيه كمان، وبنشوف في الدوري الفرنسي اللي بيحصل وفي غيره، غير خريطه الكوره، وهتتغير كمان اكتر في السنين الجايه، لان رجال الاعمال بداوا يولوا اهتمام كبير بالاستثمار في الكوره. ادينا بنشوف الخناقه بتاعت توخيل مع رئيس النادي الجديد في تشيلسي، هو راجل ملوش في الكوره واول مره يستثمر في الكوره ما يعرفش عنها حاجه، فالراجل قام اقاله، يعني احنا شايفين الخناقه دي كانت ماشيه ازاي في الفتره اللي فاتت. الحقيقه الحاجه اللي يعني
ما اعتقدش ان في كتير ممكن يختلفوا حولها. فكره ان الاموال الفلوس يعني بالبلدي الى حد كبير افسدت كره القدم وحولتها من صناعه الى تجاره، وده اكيد انتقص من متعه المشاهده، ما فيش شك في هذا الامر. هو يعني انا بظن اكتر ان الاداره هي اللي افسدت الموضوع، يعني الكره المرتبطه بعالم المال ورجال الاعمال وبقت الاداره مرتبطه بالمال برضو من ناحيه ثانيه. يا استاذ صبري ما تنساش النقطه دي، فكره الاريحيه اللي انت ممكن تتعامل بيها في حال وجود بادجت ملهاش اول من اخر، بتفرق صحيح. عن النادي اللي موارده محدوده وامكانياته ضعيفه حتى لو كان فريق كبير زي يوفنتوس ما كنا بنتكلم من شويه. طبعا طبعا الاحلام بتختلف والاهداف بتختلف، يعني فرقه معاها ميزانيه كبيره جدا غير فرقه لسه بتكبر، والطموح بيختلف. يعني احنا لما بنتكلم مثلا عن تجربه زي برينتفورد بقول ان هي تجربه مهمه رغم ان الفرقه مثلا ما خدتش بطوله، انما هي كان ايه طموحها وايه التارجت بتاعها وهي حققته ولا لا بميزانيتها، يعني ميزانيه قليله جدا. هدفنا ان احنا نصعد بريمير ليج، صعدنا. هدفنا ان احنا نقدم اداء كويس ونفضل مثلا في نص الجدول، عملنا كده نكسب فلوس، فده نجاح طبعا. هو كل طبعا. نادي على حق على قد امكانياته وعلى قد الفلوس اللي بتدخل له او المداخيل بتاعته بيبدا يحدد اولوياته وبيحدد معيار نجاحه هيكون اللي هي بالبلدي كل برغوت على قد دمه بالظبط. صباح الفل عليك يا استاذ صبري، احنا يعني سعيدنا جدا بوجودك معانا في حلقتنا النهارده وبنشكرك عليه يعني جزيل الشكر. شكرا ليك. كان معانا استاذ صبري سراج عبر السكايب، والحقيقه يعني افدنا وامتعنا بالحوار اللطيف ده معاه. طيب قبل ما نطلع الفاصل ده حضرات تعالوا نعمل زي ما بنعمل معاكم في اغلب حلقات هذا البرنامج، تاني هنرجع ونقول في كتير جدا مننا النيه حاضره فيما يتعلق برغبتهم في ممارسه الرياضه من حيث ان هم عايزين، هم عايزين، لكن في كتير منهم ما عندهمش وقت، في كتير منهم ما عندهمش امكانيات تخليهم يشتركوا في نادي او في صاله جيم عشان يمارسوا من خلاله الرياضه اللي هم بيأملوا فيها. ولكن الحقيقه من خلال تقارير الفتنس في هذا البرنامج، واعتقد ان ده شيء يعني حضراتكم لمستوا الى اي درجه هو مفيد، بنتعلم دايما من خلال الكباتن اللي بينورونا في هذه التقارير مجموعه كبيره من التمرينات اللي سهل علينا ان احنا نعملها سواء في اماكن شغلنا او حتى في البيوت. ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي المره دي من خلال الكابتن حسام الفيل مدرب اللياقه البدنيه في النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد. هنتابع مع حضراتكم التقرير ونطلع فاصل ونرجع نستقبلكم في أول فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تمرينات كبار السن وقلنا أهميتها ليهم اللي هي بتنشط لهم الدورة الدموية، كمان بيساعدهم على حالتهم النفسية والصحية، واللي هم كتير يتجنبوا من الأمراض المزمنة زي أمراض القلب والسكر والضغط وحاجات كتير جدا ممكن مشاكل تحصل لهم عشان اللي هم مش بيمارسوا رياضة أو أي نشاط في يومهم. كمان هتساعدهم ممارسة الرياضة اللي هم يقللوا من آلام العضلات اللي بتحصل لهم كل ما يكبروا في السن بسبب ضعف العضلات عندهم. فالنهاردة هنكمل الحلقة بتاعتنا وهنشتغل على تمرينات الجزء السفلي عضلات الرجلين. أهم حاجة احنا محتاجين اللي احنا يبقى عندنا كرسي، فاتأكد ان انا وانا بقعد ظهري يكون مفرود، رجليا بتكون عباره عن 90 درجه، شادد ظهري كله وعضلات البطن بتاعتي. هنبدا باول تمرين معانا، تمرين التو ريزز. ببدا اطلع بمشي رجليا لفوق وانزل. هنخليهم في البدايه يعملوا اللي هو 10 تكرارات عشان بقى لهم فتره طويله مش بيمارسوا اي مجهود او نشاط. 4 5 6 7 8 9 10 واخليه يريح. ممكن اعمله مجموعتين بس في البدايه كده، بعد كده هعمل تمرين للهيل ريز، بطلع بكعب رجلي لفوق وانزل تاني. برضو التكرارات بتاعتي هتكون 10 تكرارات، نخليه يشتغل التمرين بالراحه. 4 5 6 7 8 9 10 برضه ده هعمله من مجموعه لمجموعتين في البدايه. بعد كده هشغل تمرين ليج ريز لعضلات الكوادريسبس العضلات الاماميه بتاعت الرجلين. هبدا افرد ركبتي لفوق وانزل تاني. هعمل على كل رجل منهم 10 عدات مع بعض. يلا 1 2
3، دي هتكون لنا العضلات الاماميه للرجلين. الناس اللي بيكون عندها مشاكل في الركبه لازم تهتم بالعضلات الاماميه والخلفيه وعضلات السمانه كمان. 8 10، وبدل الناحيه الثانيه برضو. خلي دايما الحركه بتاعتك بطيئه عشان تستفاد بالتمرين. احنا في المرحله الاولى بقدم لهم دايما بتمرين بوزن الجسم، بعد كده ممكن ندخل ريزيستنس معانا عشان يكون في مقاومه اكتر. 8 9 10، برضو التمرين ده هنعمله من مجموعه لمجموعتين. التكرارات بتاعتنا هتكون 10 عدات في البدايه، بعد كده هنعمل ني ريزل. هبدا اطلع بركبتي لفوق وانزل عشان الموبيليتي للهيب بتاعتنا. 4 5 6 7 8 9 10، وبدل الرجل الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضو التمرين ده هاخده من مجموعة لمجموعتين، تكراراتي برضو 10 عدات. بعد كده هعمل هيب ابدكشن لبره، اخلي اشغل العضلات الخارجية للرجلين. هبدأ اطلع برجليها لبره وارجع تاني، هعمل برضو 10 تكرارات على كل رجل. 1 2 3 4 5 6 7. زي ما انتم ملاحظين كل التمارين دي كلها بوزن جسمنا واحنا قاعدين، ما بنشتغلش باي حاجه. برضو احنا اشتغلنا هنا 10 عدات، الناحيه الثانيه برضو هخليه يشتغل 10 عدات. في البدايه ممكن ما يكونش قادر اللي هو يكمل ال 10 عدات، فنبدا له تكرار بسيط، ممكن 5 عدات 8 عدات، بعد كده نبدا نزود له في العدات بتاعتنا. كده احنا يعتبر شغلنا معظم عضلات الرجلين بتاعتنا النهارده. يبقى خدنا كده في حلقه قبل كده الجزء العلوي الابر بودي، والنهارده خدنا الجزء السفلي اللي هو اللور بودي بتاعنا. في الحلقات اللي بعد كده هنبقى ندخل ريزيستنس، ممكن نشتغل بالباند، ممكن نشتغل بدمبل، بس في المرحله اللي بعد كده. يعني دايما في البدايه بننصحهم اللي هم يبداوا التمرينات بوزن جسمهم. بجانب التمرين اللي احنا بنعملها دي لازم نخليهم يهتموا اللي هو باكلهم، خضروات وفواكه، بحاجات بسيطه حتى في يومهم كده اللي احنا نديها لهم. كمان الميه بتاعتهم يهتموا اللي هم يشربوا ميه كتير في اليوم بتاعهم. كمان كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي هتساعدهم اللي هم يخليهم يعيشوا بحياه صحيه ويكون نفسيتهم افضل بكتير. اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها، ونشوفكم في حلقات تانيه جديده. اهلا بيكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، الفقره اللي منورنا من خلالها كابتن ايهاب المصري، مهاجم منتخب مصر السابق، واللي هنتكلم معاه في حديث مطول على قد ما الوقت يسمح لنا، يعني بطبيعه الحال حوالين كتير من الامور المتعلقه بالنادي الاهلي، واكيد لازم هنتكلم كمان عن المنتخب. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. تعالى نبتدي بالاهلي بعد اذنك، وخصوصا في ضوء المستجدات اللي حصلت في الفتره الاخيره فيما يتعلق بجلب مدرب او مدير فني جديد، والصفقات اللي استجدت، وفكره نظام التدريب اليوم الكامل، حاجات كده عايزين ندردش فيها. نبتدي بأي تفصيله؟ طبعا يعني قدوم او استخدام مستر كولر للقياده الفنيه للنادي الاهلي هو سي في محترم، واسم في عالم التدريب في سويسرا اسم قوي جدا وسي في قوي. طبعا كانت لازم يكون في رده فعل قوي جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاخفاق اللي حصل في وخساره كاس مصر وبطوله الدوري، و حتى الاختيار اللي ما كانش موفق في سواريش، فكان لازم الاداره او مجلس الاداره يرضي طموح الجماهير ويرضي طموح هو كمجلس اداره في التأني في اختيار سيفي محترم يقدر يقود سفينه النادي الاهلي للانجازات من جديد والبطولات من جديد. فكان لازم يختار اسم قوي في عالم التدريب، فكان وقع الاختيار على كولر. اعتقد
في حاله تفاؤل عند الجماهير، جماهير النادي الاهلي في دعم دلوقتي موجود عند جماهير النادي الاهلي، على عكس الفتره اللي فاتت كان في غضب شديد وكان في بعض الانتقادات الموجهه من جماهير النادي الاهلي للاداره او لمستر سواريش قبل ما يمشي. لكن دلوقتي اللي انا شايف ان جمهور النادي الاهلي رجع تاني داعم للقرارات، داعم للاعيبته، داعم للجهاز الجديد، وده اللي كان مفتقدينه الفتره اللي فاتت، وده اللي انا اتمناه من جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه كمان يستمر على سياسه الدعم اللي موجوده. بنشوف الدعم موجود على صفحات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا موجود، وده اللي انا طالبه من جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني محتاجه دعم جمهورها يكون في ظهره. فمستر كولر هو اختيار جيد جدا للنادي الاهلي، اتمنى طبعا التوفيق ليه. موضوع اليوم الواحد هو كان يتمنى يكون في معسكر، على اساس المعسكر هو يقدر يكتشف اللعيبه بشكل افضل، يكتشف العناصر الجديده، يكتشف العناصر اللي هي القديمه اللي موجوده عنده كمان بشكل افضل واوضح بكتير من خلال تطبيق اليوم الواحد اللي هو بيعمله دلوقتي. القياسات كمان اللي اتعملت من النادي الاهلي، يعني هو يمكن كان في حديث جمعني بدكتور صلاح المسؤول عن القياسات او المستشفى اللي النادي الاهلي عمل فيه القياسات، وقال لي ان كان النادي الاهلي اتاخر فتره كبيره او بقاله فتره متاخر، لان كان لازم يتعمل القياسات دي من موسمين ثلاثه فاتوا. لكن طبعا لتلاحم المواسم والمسابقات والبطولات فالنادي الاهلي ما كانش بياخد راحه، لعيبته الاساسيه او القوام الاساسي بتاعه ما كانش بياخد راحه، فما كانش في فرصه ان انا اعمل فتره راحه سلبيه كبيره، اعمل قياسات عشان ابدا فتره اعداد من جديد. وده اللي النادي الاهلي خسرت بطوله الدوري، لكن بسبب الخساره لبطوله الدوري وراحه اللاعبين ممكن اجني ثمارها الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا. يعني انا بعد خساره الدوري انا ما كنتش ضد راحه اللاعبين الاساسيين او راحه عدد كبير جدا من القوام الاساسي او الفرقه كامله كانت ريحت كمان وخدت الراحه السلبيه بتاعتها، اعتقد ده كان شيء ايجابي جدا. صحيح. هنشوف وهينعكس الشيء الايجابي ده هينعكس الفتره الجايه على لعيبه النادي الاهلي، لان هي دي اهم صفقات للنادي الاهلي من وجهه نظري. عودة القوام الأساسي أو عودة اللعيبة الكبار في النادي الأهلي اللي بيعول عليهم الجماهير وبيعول عليهم أي جهاز. صحيح. فني بيمسك النادي الأهلي، هي دي أهم صفقات. مش الكلام مش يعني برضو عشان الناس هتقول إن احنا بنتكلم الكلام ده، اللي انت بتقوله ده كلام منطقي على فكرة، مفهوش مبالغة. السوق المحلي، خلينا نتكلم بقى بصراحة وبوضوح، السوق المحلي كله مش هتلاقي لعيبة أفضل من لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي هي دي اللي خدت بطولة أفريقيا، هي دي أبطال الدوري، أبطال كأس، هي اللي راحت كاس العالم الأندية وخدت ثالث العالم، هي دي اللعيبه. لكن اللعيبه دي كانت وصلت لمرحله صعبه جدا من الارهاق البدني والذهني والفني وكل شيء، كان وصل لحاله لقمه الهرم زي ما بنقول، فطبيعي جدا يحصل يعني تراجع في المستوى شويه. لكن الاسم الكبير واللعيب الكبير لما يريح وياخد راحته وياخد الاستشفاء بتاعه الكامل، هو ده اللي هيرجع يؤدي الاداء هيرجع المعتاد منه طبعا، لكن مع بعض التدعيمات. هي دي بقى اللي انت بتقوله ده يا كابتن ايهاب، يعني في اجابه ضمنيه على بعض الناس اللي بتقول ان الثلاث صفقات اللي استجدت في النادي الاهلي مش كافيه قوي. اعتقد ان اللي انت قلته ده في اجابه بشكل ضمني على ما هو الناس ممكن تفتكر انا طالع دلوقتي في القناه عشان اقول الكلمه، لا. هو لو احنا فكرنا بالعقل والمنطق كده، ما فيش افضل من اللعيبه دي موجوده في السوق المحلي. لا، ورونا مليون اماره سابقه على قدراتهم وعلى امكانياتهم. بالظبط كده. صحيح. لكن وانا كمان مش كل موسم لازم اجيب 10 صفقات 11 صفقه، مش بالكم طبعا، هي بالكيف. صحيح. انا عايز ايه؟ انا محتاج ايه؟ يعني وبرده من وجهه نظري ان الصفقات المحليه لا، انا عندي وممكن لو طلعت من الناشئين هيقدر يأدي لي بنفس الاداء بتاع اللاعب المحلي، لكن اللي بيفرق هنا الكواليتي بتاع المحترف. طبعا. دي الصفقات اللي المهمة جدا بالنسبة لي، هي دي اللي بتفرق فريق عن فريق، هي دي اللي بتعمل أفضلية الفريق، هي دي اللي بتخلي يعني الكواليتي اللعيبة المحترفة في النادي الأهلي زي ديانج، علي معلول، بيرستاو مع تحفظ كتير من الناس عليه، لكن بيرستاو لما بيكون في حالة فنية وبدنية وعنده جاهزية تامة واستعداد تام، أعتقد بيفرق كتير جدا مع النادي الأهلي. بص، بيرستاو من الناس المحيرة، لغز محير حقيقي. ليه؟ لانه وبالذات مع بدايه ظهوره واول مشاركاته مع النادي الاهلي ولع الدنيا بالمعنى الحرفي، يعني ما ننساش حتى الاهداف الجميله اللي سجلها واللي صنعها والرقصه الشهيره اللي والاداء القوي، يعني ورانا اماره زي الفل في الاول، بعد كده تلاقي المستوى يهبط.
بعد كده فجأة يفاجئك بعودة مرة تانية. التذبذب ده يعني التذبذب ده ممكن في رأيك ممكن يكون نتيجة ايه؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن هو يكون ما عندوش الجاهزية الفنية والبدنية، احنا دايما كنا بنشوف اصاباته كمان بتقعد فترة كبيرة جدا. بالطول. فواضح ان هو بدنيا برضو عنده مشاكل، فلما يتجهز كويس او انا لو انا اشتغلت عليه وعملت له القياسات البدنية بشكل كويس وشفت هو محتاج ايه، عنده نواقص في الناحية البدنية معينة مثلا، اشتغل عليها، لو اديته فترة الراحة وخد فترة راحة كويسه جدا اعتقد وهيرجع الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون جاهز تماما للمشاركه. وعلى فكره نفس المثال اللي احنا بنتكلم عليه اكيد مع اختلاف التفاصيل، بس الكلام ده الى حد كبير ينطبق حتى على اليو ديانج شخصيا. تمام. يعني في ماتشات معينه تلاقيه فايق بيبقى مخيف وده كان اكبر مثال، ما بتحسش بفعاليته. وده كان اكبر مثال في الفتره الاخيره لما في بعض اللاعبين خدوا راحه وهو قاد مجموعه من الشباب كان في وسط الملعب طبعاً. او في وسطهم، لا يعني تحس الفريق كبير طبعاً. جدا طبعاً. ويرجع لاداء ديانج اللي احنا كنا عارفينه. ده اللي اتمناه، ده اتمنى بعد فتره الراحه وفتره اعداد محترمه مع الراجل وتطبيق اليوم الكامل. المباريات الوديه برده لازم الجماهير تعرف، المباريات الوديه مش مقياس. المباريات الوديه هي الراجل بيشوف هيطبق فكر جديد، هيطبق اسلوب لعب جديد. هو كل مدرب زي كل شيخ وليه طريقه. هو طبعاً. النهارده مثلا هيلعب 4 3 3 ولا هيلعب 4 2 3 1؟ بتتكلم على ماتش النهارده عامه أوكي. هو الراجل طريقته ايه؟ هيلعب 4 4 2 3 4 3؟ دي فترات الاعداد، وده الشغل بتاعت المباريات الوديه. بيجرب طرق اللعب اللي هيناسبه، اللي هيناسب طبعاً. القماشه اللي معاه دي هيناسبها 3 4 3 4 2 3 1 5 3 ايا كانت الطريقه، هو بيشوف من فترة الأداء. ومن هنا الحقيقة بتبرز أهمية المباريات الودية. بالظبط كده. من ناحية الإعدادية، مش اللي أنا أبص طبعًا. النتيجة أو طبعًا. مكسب طبعًا. طبعًا جمهور النادي الأهلي، والنادي الأهلي متعود ودي رسمي أيًا كان. هو عندهم ماتش النهاردة ماتش النادي الأهلي والناس كلها مركزة وعندها استعداد، والنادي الأهلي النهاردة مطالب اللي هو يكسب أربعة. يعني ده حال جمهور النادي الأهلي وحال لعيبة النادي الأهلي. يا أخي جمهور النادي الأهلي ده يعني يستحق التوقف أمامه وتأمله وتأمل خصائصه. الحقيقة إلى حد بعيد جمهور النادي الأهلي جمهور عقلاني جدا، منطقي جدا، بيتعامل بشفافية، مش من الجماهير اللي هي إيه تدفن راسها في الرملة عند اللزوم أو تطلع وتقاوح مقاوحة بيزنطية. لا، منطقيين جدا، طلباتهم وحقوقهم كلها مشروعة. وإلى حد كبير النادي الأهلي عبر التاريخ هو اللي خلى جماهيره بالشكل ده، يعني هو اللي عودهم على الطمع المشروع انجاز التعبير. جمهور النادي الاهلي يعني زي ما قلت لحضرتك وبشبهه دايما بيجيب بطولات، بيعرف يجيب بطولات للعيبته في اوقات اللعيبه في الملعب ويجيب مباريات. في اوقات جمهور النادي الاهلي جمهور المدرج الحقيقي بقى بتاع النادي الاهلي اللي اتربى عليه اجيال كبيره جدا، يقدر يجيب النادي الاهلي وهو في اسوء حالاته في الفنيه في اللقاء. جمهور النادي الاهلي كان يقدر يرجعه للقاء تاني، كان يقدر يفوق اللعيبه، كان يقدر يخلي انفجار كبير جدا داخل الملعب لاداء اللاعبين وعودتهم متاخرين. يعني انا مباريات كتيره جدا مثلا النادي الاهلي كان يكون متاخر بهدفين وبفضل جمهوره وحماس طبعا. جماهيره اللي في المدرج طبعا. وبفضل الروح اللي موجوده. ما الروح اللي موجوده هي الروح مش عند اللعيبه بس، ما هي روح الفنيه الحمراء مش موجوده عند اللعيب بس، هي طبعا. موجوده عند هي اصلا مستمده هي من مستمده منين؟ صحيح. هي جايه من فوق طبعا. جايه من طبعا. المدرج اللي هو ملوش مصلحه. يعني هو الراجل اللي قاعد وبيدفع تذكره او بيجي بيجيب ابنه وشايل ابنه على كتفه عشان يروح يتفرج، هو ملوش مصلحه غير اللي هو يشوف النادي بتاعه الفرقه بتاعته اللي دايما مفرحاه في افضل حال ودايما كسبان. وده يعني برضو شفتوا الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي اعترف ان في داعم واقف وقفه بعد خسارته للبطوله طبعًا. عارف اللي عنده تقصير، حس اللي هو مقصر كمان، حس اللي هو جه شويه على لعيبته، جه شويه على مجلس ادارته، سمح يعني سمح للكل يخلي النادي مستباح لاي حد. فهو عارف النقطه دي، فلا وقف، لا احنا غلطنا صحيح. او احنا كان في فتره احنا مثلا ما وقفناش جنب، لا انا هفضل دايما سيف ودرع للنادي بتاعي. هي كل التحيه والتقدير طبعًا والاحترام طبعًا. لجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان جوه مصر وبراها. طبعًا. على ذكر الصفقات، ايه تقييمك للصفقات الثلاثه اللي استجدت مؤخرا في النادي الاهلي؟ طبعا اثنين منهم من سيراميكا كليوباترا، وطبعا التاتش البرازيلي بقى اللي اضيف مؤخرا برونو سافيو. بص انا عايز اتكلم يعني عن صفقه شادي بالاخص، يمكن شادي حسين كان انا حاسسها شويه، يمكن صفقه شادي يمكن القريبين مني او
جمهور النادي الاهلي القديم شويه هيعرف ان انا من اكتر الناس اللي حاسب صفقه شادي حسين. الاسباب هقولها دلوقتي يعني. لكن شادي حسين من جمهور النادي الاهلي. شادي حسين ابن المدرج. طبعا ده ضغط كبير على شادي وهو لعيب يستحق التواجد يعني برضه عشان نديله حقه هو يستحق التواجد في النادي الاهلي. شادي انا اعرفه او متابعه من خلال الممتاز مع فريق سيراميكا من فتره كبيره جدا. اداء ثابت اداء قوي محور اداء فرقه سيراميكا كليوباترا. منذ صعود سيراميكا كليوباترا شادي حسين اداء قوي جدا اداء ثابت مهاجم صريح بتلاقيه يمين او شمال بتلاقيه بشكل قوي جدا. ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه الاصابات. قوه سرعه مهاره فينش على الجون بشكل كويس جدا. فشادي من الصفقات المهمه جدا الاضافات. ويكفي ان انت بتقول انه من جمهور والمدرجات فمعنى كده ان مساله الروح خلاص مفروغ منها. ما هي دي بقى هو هي حلم كان بيحلمه من زمان. حلم كان بيحلمه من سنين. كنت بقعد في المدرج عشان اشجع الكيان الكبير ده كله. فانا بقيت دلوقتي جزء من الكيان فعلا. صحيح. في الملعب واللي انا كنت معاهم عشان اشجع اللعيبه دلوقتي هم كمان هيشجعوني انا. طبعا. شادي لاعب روح المشجع روح لاعب روح المدرج. اتمنى له كل التوفيق. اتمنى يكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. اتمنى جمهور النادي الاهلي يكون داعم بقوه لشادي حسين لان شادي يستحق الدعم. وشادي ان شاء الله باذن الله هيكون صفقه قويه جدا جدا ومنتظره وهتفرق وتصنع الفرق معانا. ده بالنسبه لشادي حسين فيما يتعلق بقى بمصطفى ميسي وبرونو سابيو هستاذنك لان لازم نطلع الفاصل ونرجع نسمع تقييمك ورؤيتك ليه. اتفضل. شيء جميل اعتقد ان هو يرفع من مستوى اللاعبين يعني ان هم يتدربوا يعني فتره صباحيه وفتره مسائيه فده شيء كويس هيكون يعني ايه يزود الاحمال البدنيه بتاعتهم للافضل يعني وده شيء يكون مثمر ان شاء الله ويكون في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين انه هذا النظام نظام بقالنا 3 سنين او اكثر الاهلي ما خدش الخطوه دي نظرا لتلاحم المواسم. فطبعا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نحاكي على الاقل حتى اللي بيحصل في اوروبا. النظام الاوروبي ان اللاعب مرتبط بالنادي اكثر من ارتباطه باي مكان تاني. في نظام صباحي وفي نظام مسائي يكاد يكون اللاعب بيقضي يومه في داخل اروقه النادي. فالمدير الفني الجديد لديه رؤيه جديده انا بحييه عليها وسعيد بها جدا. هو حلو جدا لان هو بيعلي كفاءه اللعيبه المجهود البدني حتى ما يتعبوش من اول شوط مثلا او كده. هيجيب نتيجه ما دام الجهاز الطبي عارف الكلام دوت والمدرب فهو بايدهم كل حاجه. المدرب الجديد بصراحه نظام اليوم الكامل دوت احسن حاجه اقترحها ان هو يعني مشاهم عليها. هم فعلا محتاجين تراجع مستوى البدني بتاعهم البدني يرجع يقلى تالي. شيء كويس ساعد لعيبه لرفع الحمل البدني عندهم بيبقى افضل لعيبه حتى الجداد يتداخلوا مع بعض مع اللعيبه القديمه وينصهروا مع بعض ان شاء الله يبقى مستقبل احسن للفريق النادي الاهلي. نظام جديد هيساعد اللعيبه اصلا في تحسين مستواهم وان شاء الله السيزون الجاي يبقى احسن واحسن من السيزون اللي فات باذن الله وناخد الدوري ان شاء الله. افريقيا يا اهلي. طيب يا حضرات ده كان راي البعض من جماهير النادي الاهلي في نظام التدريب اليوم الكامل. وطبعا كنا سمعنا من شويه رؤيه كابتن ايهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق اللي منورنا في حلقه النهارده. سمعنا رايه ورؤيته في نظام التدريب اليوم الكامل. وقفنا معاه في الكلام عند تقييمه للثلاث صفقات اللي استجدت مؤخرا. اتكلمنا باستفاضه عن شادي حسين. عايزين بقى نعرف تقييمك لمصطفى ميسي ورؤيتك للاضافه اللي ممكن يعملها سافيو برونو في او برونو سافيو الفتره اللي جايه ان شاء الله بين قوسين كده التاتش البرازيلي. يعني خلينا ميسي الاول. ميسي لعيب واعد عمل موسم ولا اروع مع سيراميكا. كان عنده شخصيه في الملعب عنده جراه هجوميه بشكل كبير جدا عنده مهاره وعنده رؤيه في الملعب. كان بيعجبني فيه وهو في سيراميكا كمان في معاه لعيبه كبيره ومعاه اسامي كبيره في الملعب لكن هو اصغرهم سنا لكن شخصيه مش مخضوض يعني لا وصاحب قرار في الملعب بيقف على كورته كويس بيرفع عينه بيعدي عنده زي ما قلت لحضرتك الجراه لان الجراه اللي انا اروح للمدافع مش موجوده عند ناس كتير. يعني في ناس بتحاول تلعب الكره من بعيد او ما يكونش عندها الجراه اللي هي تروح هي اللي تروح للمدافع عشان تعدي منه. ميسي عنده النقطه دي. النادي الاهلي كان بيفتقد يمكن عندنا زياد طارق دلوقتي او في النادي الاهلي موجود زياد طارق. طبعا كان كابتن وليد سليمان موجود الحاوي. فلكن
مع النادي الاهلي كان بيفتقد اللعيب الاشول المهاري، اللعيب الجناح الاشول اللي هو يقدر عنده يخش لجوه ويعمل بشماله او عنده المهاره بالناحيه بالرجل الشمال، بيفتقدها النادي الاهلي بقاله فتره كبيره. فاعتقد ان ميسي ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. لعيب زي ما قلت لحضرتك قدم موسم مميز جدا، نال استحسان النقاد كلهم والجماهير كلهم. كان قبل ما يجي النادي الاهلي حتى كان في اتفاق بين الجماهير كلها ان هو موهبه جديده في الكره المصريه. فاتمنى له التوفيق، اتمنى له الاستمراريه في الاداء، اتمنى الصبر كمان منه، لان ممكن في البدايه ممكن ما تلاقيهوش مشارك، لازم يجتهد في التدريبات، لازم يعرف اللي هو في نقله. والله هي الفرصه جات له على طبق من ذهب بيلعب في النادي هو او غيره. أيوة فكره طبعًا. ان انت ربنا انعم عليك بنواسع وبقيت لعيب في النادي الاهلي، يا اما تبقى قد التيشيرت اللي انت لابسها يا اما هيبقى للكلام كلام. ما هو دي فرص ما بتتكررش كتير، كان صحيح. في كتير يتمنوها طبعًا. فهي فرصه ليه، اتمنى ان هو يستغلها بشكل كويس، يركز في تدريباته ويركز في شغله، وكل التوفيق ويبعد عنه رب، يعني ربنا يبعد عنه الاصابات وان شاء الله يكون موفق. طيب ده مصطفى ميسي. مصطفى ميسي رونو سافيو. سافيو طبعا احنا شفنا فيديوهات كتير ليه، طبعا الحكم عليه من دلوقتي او من الفيديوهات انا ضد الكلام ده كله. انا بشوف هو احنا مش عايزين نسمع حكم قد ما عايزين نعرف انطباع، يعني انا توقعاتك يعني بالنسبه له. الكره البرازيليه طبعا والمهاره البرازيليه والكره البرازيليه الممتعه اللي احنا كلنا اتربينا عليها حاجة مختلفة تماما، بعيدنا عن افريقيا او شمال. أيوة افريقيا. أيوة وبصينا في امريكا الجنوبية. فاتمنى يكون اضافة كبيرة، بيلعب يمين او شمال، عنده سرعة، عنده مهارة، عنده دقة في التصويب او في التهديف كمان، عنده شغل كويس على الجون. فاتمنى اللي هو يكون بنفس الكفاءة اللي احنا شفناها في الفيديوهات. اتمنى يكون اضافة فعلا للنادي الاهلي، لان برضو كل ما يكون عندك حلول في الناحيه الهجوميه او في المناطق الهجوميه كتير، يبقى عندك احمد عبد القادر، عندك سافيو، عندك ميسي، عندك شادي، عندك شريف، كل الكلام ده، عندك حسين الشحات طبعا، كل دي لعيبه اصحاب بيرستاو، كل دي لعيبه اصحاب مهارات، يبقى عندك حلول في الجزء الامامي طبعا. في الجزء الهجومي كمان، ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، الحلول الفرديه والحلول المهاريه كان بيفتقدها النادي الاهلي. كهربا طبعا كنت لسه هقول لك احنا كنا بندور عليها بشمع الحلول كهربا دي طبعا لفتره مش قصيره. انا بقول لك كهربا كمان وعودته هتبقى اضافه كبيره جدا. فالحلول الفرديه المهاريه اللي بقت موجوده دلوقتي في الخط الامامي عند النادي الاهلي، كان النادي الاهلي في عز ما هو بيحرز بطولات كان مفتقدها. يعني كان مفتقد للعناصر المهاريه اللي عندها حلول فرديه في الناحيه. دلوقتي بقى في وفره في الحلول في وفره الفردية. فاتمنى ان كل ده يسخر لصالح الفرقه، الراجل يقدر يشتغل عليها، يقدر يستفيد بكل المهارات اللي عنده، بكميه المهارات اللي عنده دي يقدر يسخرها لخدمه الفرقه ان شاء الله. ضربه البدايه الافريقيه هتكون امام اتحاد المنستير التونسي، توقعاتك ايه لهذه المباراه؟ طبعا البطوله الاهم والاكبر والهدف الاكبر والاساسي لجمهور النادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي طبعا في اخر ثلاث مواسم بيوصل لنهائي بيحرز بطولتين من الثلاثه، فهي البطوله المفضله والمحببه للكبير افريقيا النادي الاهلي. بطوله يعني بدايه مهمه، بدايه قويه مع فريق الاتحاد المنستيري في تونس كمان. البدايه دايما بتكون رساله قويه من النادي الاهلي لكل جماهيره، لكل محبينه، لكل انديه القاره الافريقيه، ان النادي الاهلي راجع وراجع بقوه، راجع بشكل مختلف تماما. طبعا حسابات اللعب خارج الارض دلوقتي برضو بقت خلاص، انت بره او جوه هي الكل انا بشوفها ان الفريق الكبير او الاسم الكبير او البطل ما بيفرقش معاه الكلام ده، لكن ما عدا بعض الاحيان لما تكون الارض غير قابله لاستخدام الاداب زي ما حصل والظروف دي عدت علينا طبعا طبعا. لكن يعني دلوقتي بدايه في تونس، اعتقد الملاعب في تونس بتبقى كويسه، اللي هي ممكن المشكله بس، ودي بتقابل اللعيبه المصريه عامه، ان المباراه هتكون في الثالثه عصرا. فاعتقد دلوقتي الراجل بيلعب المباراه الساعه 4 النهارده، والمباراه اللي جايه هتبقى 4، عشان والتدريبات لازم تكون في الوقت ده عشان اللعيبه تتعود على الاجواء. لان احنا دايما في الدوريات المصريه او في الدوري المصري او في بطولات النادي الاهلي بيلعب بالليل، فدي بتكون الاجواء مختلفه تماما. فاتمنى ان النادي الاهلي برضو يستمر على نفس المنوال في الفتره اللي جايه، لكن هي البدايه مهمه جدا، بدايه مع منافس محترم وقوي في الدوري التونسي الاتحاد المنستيري. الله ينور عليك، لان في ناس لمجرد ان الاسم ما سمعتوش قبل كده فبتقول لك ما هواش الفريق القوي. انا بقول ما فيش فريق تونسي عموما هيوصل للمرحله دي في البطوله دي غير لما يكون لازم يكون فريق. وحضرتك عارف كمان منافسه شمال افريقيا وانديه الانديه التونسيه بتبص للنادي الاهلي طبعا. من منظور مختلف طبعا. وبتبقى في مشاحنات وبقى في شد،
صحيح. في اطار الكوره طبعا او في اطار الرياضه، لكن هي مباراه اتمنى النادي الاهلي يكون بدايه قويه لاستكمال المسيره ان شاء الله في البطوله باذن الله. ما لحقناش نتكلم عن المنتخب يا كابتن، الوقت جري بينا يا كابتن، والكلام عن النادي الاهلي سرقنا يا كابتن، بس ملحوقه ان شاء الله لازم تكون موجود معانا وتنورنا باذن الرحمن قريب كده، لان انت بتغيب علينا برضو على فكره، بتضرب غطس فترات. هي الفتره اللي فاتت كان ظروف بس التدريب، فانا اول ما التدريب بقى بعد الدور انا تحت امرك على طول. امر الله، احنا دايما بنسعد وبنشرف وجودك معانا وبنشكرك جزيل الشكر على وجودك النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب يا حضرات اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نرحب بحضراتكم من جديد في تاني واخر فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو سعود، خليكم معنا. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، الفقره اللي بنتكلم فيها عن موضوع طبي يهم كتير من حضراتكم، واحنا بقالنا فتره بقالنا شهور الحقيقه دايما بنستعرض معاكم ومع ضيوفنا اللي بينورونا في البرنامج منتجات مختلفه بتقدمها شركه بايو ناتشرالز، ولكن يمكن ما جاتلناش لغايه دلوقتي الفرصه الكافيه ان احنا نتكلم عن شركه بايو ناتشرالز نفسها، ففرصه عظيمه ان احنا معانا النهارده ومنورانا المستشار الطبي للشركه الدكتوره دينا ابو سعود اللي بتسعدنا دايما بوجودها. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، أخبارك ازيك؟ إيه؟ كله أخبارك تمام؟ ايه؟ الحمد لله كله تمام. احنا كل مره يا دينا بندخل على طول في الحديث حول المنتجات المختلفه اللي اطلقتها الشركه. صح. في الفتره الاخيره، ما تيجي نعرف الناس اصلا ببايو ناتشرالز من اول تاسيسها ونوع المنتجات بتاعتها. شركة بايو ناتشرالز الحقيقة شركة عملت نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا. أنا فاكرة أن أنا اشتغلت في شركة بايو ناتشرالز يمكن من شهر واحد اللي فات، بقى لي 8 شهور اتكلمت وأعلنت على منتجاتها، وأكتر حاجة عجبتني في الشركة اللي أنا ممتنة ليها جدا وفخورة جدا أن أنا شغالة فيها يعني كمستشار طبي، أن كل العملاء اللي اشتروا من شركه بايو ناتشرال سواء الب مالتي فيت او بيستا رجعوا اشتروا تاني، والفيدباك رائع. منتجات هذه الشركه منتجات فعاله جدا، اسعارها مناسبه جدا لكل طبقات المجتمع المصري وكل الناس اللي بتتفرج علينا، منتجاتها مرخصه، ودي حاجه تسعدني جدا ان طبعا. انا اشتغل في منتجات ليها ترخيص لان عشان لازم اكسب ثقه الجمهور طبعا. على طول، والشركه تكسب ثقتهم، ومنتجات موجوده في الصيدليات فدي حاجه كمان رائعه، وزي ما انا قلت العملاء الفيدباك رائع. بقى لي فتره بتكلم على الب مالتي فيت وبتكلم على بيستا اللي هنتكلم عليه النهارده. اكتر حاجه بحس بالنجاح اللي اخذ الب مالتي فيت ورجع اخذه تاني، واللي اخذ بيستا وخس سواء من الستات ومن الرجاله، وبطمن كل الناس ان بيستا امن. ناس كتير بتخاف من ادويه التخسيس وبيخافوا من جراء عمليه التخسيس نفسها. بالظبط. بيستا منتج امن، ما بيشتغلش على المخ، فما بيعمليش الديبريشن والاكتئاب والعصبيه، بيشتغل على هو كل مكوناته اللي جواها الياف. عشان كده على طول بقول اللي عايز يخس ياكل الياف كتير، هنتكلم ازاي نقدر نتحكم في معدلات الشبع. بس احنا مبدئيا كل منتجات الشركه معنيه بالتغذيه. طبعا. صح كده؟ طبعا. أوكي. يمكن بعد كده ليتر اون ننزل حاجات تانية غير التغذيه، لكن حاليا التغذيه والاميونيتي والمناعه والتخسيس، لان انت عارف موضوع السمنه موضوع كبير جدا. طبعا. وكتير بيعانوا من قصه السمنه. صحيح. وبيجي لهم اكتئاب، ايه ده يعني بحاول اعمل دايت وبعدين قصه ايه ان انا ايه خلاص بكره هبدا دايت، بكره هبدا بتسمعها دي ما بيجيش اصلا. صحيح. طيب ازاي نقدر نخلي الناس دي تخس ومن غير ما نحرمهم من اكلات معينه؟ لا، احنا هناكل الاكلات اللي بناكلها بمقدار بسيط، وكمان شركه بايو ناتشرال فيها حاجه كويسه جدا ان في اخصائيين موجودين، اخصائيين تغذيه موجودين عن طريق الشركه، عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، فاي حد بياخد بيستا بيقدر يتابع مع اخصائيين التغذيه. حلو، يعني اللي بيردوا على التليفونات متخصصين طبعا ممكن يتسالوا ويجاوبوا، مش مجرد شخصي وبيتابعوا، لان أوكي. كل كيس غير الثانيه، يعني مهمه قوي ان الست او الراجل اللي عايزين يخسوا نعرف سنهم كام، طولهم كام، وزنهم قد ايه، معدل الحرق عندهم قد ايه، عندهم امراض مزمنه ولا لا، اللي عمل دايت ومعرفش يخس هيعمل ايه، يعني كل المنظومه في شركه بايو ناتشرال متكامله فعلا.
عظيم. طيب عارفه برضو من ضمن الحاجات الحلوه قوي يعني وانا عرفت الاجابه عليها منك يعني في لقاءات سابقه كتير، فكره انه امن كمان للاطفال ابتداء من سن 13 سنه. ليه بقول لك كده؟ لان للاسف الشديد واكيد حضراتكم لامسين ده في كتير من البيوت عندنا في اطفال بيعانوا من السمنه المفرطه بكل بقى عواقبها، بكل بقى ما تجلبه من عمليات تنمر، من اهتزاز الثقه بالنفس او فقدها بالكامل، حاجات مش لطيفه تحصل لطفل عنده 13 14 سنه. طفل عنده 13 14 سنه مريض سمنه على طول بلوم الاهل انا في الحته دي جدا. طبعًا وفعلا طبعًا. ممكن يتعرض لتنمر، وغير التنمر بيروح المدرسه ما عندوش طاقه ثقة اصلا ولا ثقه في نفسه ولا ثقه طبعا ولا ثقة. الطفل لازم يبقى واثق في نفسه. صحيح. وما عندوش اصلا طاقة يلعب يعني فرصة نأكد على معلومة ان هو امن لابتداء من سن 13 سنة. وبياخدوا نفس الجرعة اللي بياخدوها الكبار. بيقدروا يتكلموا عن طريق الارقام، الاخصائيين هم اللي بيحددوا لهم الجرعة. كل بني ادم ليه كورس مختلف عن التاني، وكل حالة ليها كورس مختلف عن التاني. هو ماكسيمم 3 ساشت في اليوم قبل الوجبات الرئيسية. ايه الهدف او ازاي الاكشن وازاي بيستا بيقدر يخسس وكل العملاء خسوا وقد ايه مبسوطين؟ بس ما اقدرش اقول يعني هبدا بيستا النهارده اقول لك انت هتخس 5 كيلو 10 كيلو في الشهر. كل واحد برضو حسب الريفلكس بتاع جسمه. بالظبط، حسب الريفلكس بتاع جسمه. بس في متوسط مثلا لحد ادنى مثلا حد من أدنى الكيلوات اللي ممكن حد يصف. ادنى نقدر نقول 5 كيلو 6 كيلو في الشهر، ده ادنى حاجه. ده ادنى حاجه، بنوصل لغايه 10 كيلو في الشهر، لكن ادنى حاجه 5 كيلو. وبعدين على طول بقول ايه، ما نستعجلش قوي في الخسسان. اللي بيخس مره واحده، في ناس بتتبع نظام غذائي قاسي جدا بتلاقيه بينزل مره واحده. احنا مش عايزين ننزل العضل، احنا عايزين ننزل الدهون، وده اللي بيحققه بيستا، ان بيستا بيقدر ينزل الدهون ويحتفظ لي بالعضل. يعني نظام في انظمه غذائيه بتنزل من وزن العضل نفسه. طبعا طبعا، والانظمه الغذائيه اللي بيحرموا نفسهم جامد من الاجل. انا ما بقول ما ينفعش احرم نفسي من البروتينات. البروتينات طبعا رقم واحد. يعني يمكن كمان موضوع معدلات الشبع، او ازاي عندنا مشكله في ان احنا نوقف شهيتنا او نوقف جوعنا، طبعا بحيث ان انا لو جعانه قوي فهاكل دلوقتي طبق قد كده رز ومكرونه ومحاشي وماشي معاها فراخ ومعاها بروتين، لكن ببدا بالنشويات. ده مش صح. الجسم بيحس بشبع بعد تلت ساعة من الأكل. يعني لو أنا بدأت بالسلطة الألياف، وياريت كل الناس تبتدي معايا إزاي يقدروا يأكلوا الأكل الصحي، إن إحنا نبدأ بالشوربة أو نبدأ بالسلطة. أنت هنا كلامك في العموم ولا للي عايز يخس؟ أنا بحب الأكل الصحي طبعا، ده اللي عايز يخس مهم جدا. أوكي. وده الصحي. ناس كتير مش عارفة إن كمية السكريات والنشويات ده بيعلل الإنسولين في الدم. وانس الإنسولين عالي هحس على طول إني جعانة. فلازم ده محفز للشهية. طبعا الإنسولين محفز جامد جدا للشهية. أوكي. وإزاي نقدر نتحكم في معدل الشبع؟ اللي ما بيقدرش يمسك نفسه لازم يجرب معانا منتج بيستا، طبعا مرخص من وزارة الصحة المصرية، ويقدر يتكلم الأخصائيين اللي موجودين على الأرقام اللي ظهر على الشاشة، ويبدأ معاهم الكورس، ويقدر يتابع معاهم كل أسبوع الدنيا مشت إزاي. ليه بقول بيستا بيقدر دافع قوي قوي وبيقدر يخسس؟ لأنه معظمه ألياف. أوكي. من أهم الألياف الموجودة في بيستا قشور السيليوم، ردة القمح، والشوفان. التلاتة دول لما بينزلوا المعدة بيعملوا حيز كبير مع كوباية مية كبيرة. يعني أولا بيستا لو هتكلم من سن 13 سنة مش هيحس أنه هو بيشرب دواء أصلا أو مكمل غذائي، كأنه عصير تفاح، طعمه عصير تفاح. عايزين نحطه في عصير تاني نغير طعمه يبقى من غير سكر، عايزين نحطه في لبن يبقى أو ندوبه في لبن يبقى لبن خالي الدسم. تمام. هاخده قبل الاكل بنص ساعه، مش هقدر اكمل ربع اللي كنت بكمله. ولما اجي ابدا الاكل بعد بيستا ابدا بالسلطه والبروتين، وفي الاخر اخد لي معلقتين نشويات. حلوه ان انتوا قافلين قاطعين الطريق على اللي هيستخدم المنتج ده، ان قدامك الصينيه اهي. لو قادر كل ورينا نفسك. انا مش حرمك من حاجه. صحيح. قادر تخلص الطبق خلص. وخلي بالك احنا داخلين في شتاء. الشتاء كلنا بنتخن. ليه بندخن في الشتاء؟ اولا ما بنشربش ميه بالقدر الكافي، ما بنعطش، والميه مهمه جدا وحافز كبير جدا للحرق. ثانيا درجه حراره الجسم بتقل طبعاً. فده بيدي
بتطلب بقى اكلات معينه. بالظبط. طيب خلينا نشوف الاستاذ علي وهو واحد من الناس اللي استخدموا المنتج اللي بنتكلم عليه، تعالوا نشوف تجربته مع المنتج كانت عامله ازاي. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طيب يعني الدنيا ظبطت مع الاستاذ علي اهو. علي قد ايه مبسوط من النتيجه؟ وبعدين واحد ولد عنده 24 سنه، شاب في مقتبل العمر، وزنه يعدي المية، دي كارثه. اكيد لا هيعرف يشتغل ولا طبعاً. وهيبقى عنده مشكله في الشغل، ولا هيعرف يتحرك، ولا هيعرف يركز. صحيح. وهيبقى عنده ثقته زيرو. فينزل مع بيستا من 115 ل 85 طبعا نتيجة رائعة. طبعا إنجاز كبير. طيب إحنا كنا يعني بنتكلم من شوية على فكرة أو مبدأ إنقاص الوزن، وأنا كنت عايز أسألك بس يعني قلنا نشوف الأول الكيس بتاعت الأستاذ علي. كنت عايز أسألك الأرقام الكبيرة اللي الناس بتخسها في تايم ليميت ضيق، يعني مثلا لما الواحد يفقد له 12 15 كيلو في شهر واحد، أكيد هيبقى لها إنعكاسات مش لطيفة على الجسم. تمام. واللي انا اعرفه انه عشان كده انتوا بتنصحوا دايما بان اللي يتعامل مع بيستا يتعامل كمان مع الب مالتي فيت. صح. ليه؟ عشان ما نفقدش الفيتامينات والمعادن. صعب قوي ان انا اعمل دايت او اخس وافقد الدهون، ومع الدهون افقد فيتامينات. طبعا مفيش حياه من غير فيتامينات ومينرالز. الفيتامينات والمعادن مهمين جدا لمناعتي، لطاقتي، للستات، لشعرها وبشرتها وضوافرها، عشان كل ده ما يتاثرش بالدايت الجامد او نقص. صحيح. الوزن الزائد، بلس ان انا محتاجه فيتامين سي جدا لتعزيز امتصاص الحديد وتعزيز الكولاجين. أوكي. ومحتاجه فيتامين بي كمان لدعم التمثيل الغذائي ودعم الطاقه. فيتامين بي هو الطاقه، الكوبالامين هو اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء، فازاي ان انا افقد الفيتامينات والمعادن دي؟ فالشركه يعني برضو من ضمن عناصر القوه اللي في الب مالتي فيت فكره ان العيله كامله بتاعت فيتامين بي. طبعا على ذكره يعني طبعا عندي فوليك اسيد. الفوليك اسيد مهم جدا للست الحامل مثلا. يعني الحامل مش هتعمل دايت، الحامل مهم ليها جدا الب مالتي فيت. يعني الحامل مش هتاخد بيستا، هتاخد الب مالتي فيت. الب مالتي فيت للي عايز يخس واللي مش عايز يخس، مهم جدا. جامع فيتامين بي، عائلة فيتامين بي كلها عندي داخل الب مالتي فيت. الكالسيوم المهم جدا لصحة عظمي وصحة أسناني والانقباض العضلات. يمكن لما بيجي لنا كرامبس بنقول نقص مغنيسيوم، أكيد ممكن يكون نقص مغنيسيوم ونقص كالسيوم مع المغنيسيوم. عندي داخل الب مالتي فيت أقوى مضاد أكسدة، فيتامين إي من اقوى المضادات الاكسده، فرائع جدا، كبيشتغل انتي ايج. طبعا الكابر والزنك الاثنين موجودين في الب مالتي فيت. هو اصلا ايه اهميه المضاد للاكسده؟ مضاد او ايه فايدته؟ جسمنا بيتعرض للاكسده يوميا. اي حد فينا دي هي ايه برضو عشان اللي مش عارف يعني يعني انطلاق إيه الخلايا الحره او الفري راديكلز دي؟ لما الجسم بيتاكسد بيطلع حاجه اسمها فري راديكلز. فري راديكلز بتبوظ الخليه، بتموتها لي بدري بدري. واحيانا العلماء او الدكاتره ربطوا العلاقه الوتيده بين الاكسده والسرطان، ان بيعمل تحوير في الخليه. ما هو الكانسر سيلز او الخلايا السرطانيه دي خليه عاديه وتحورت. بتقولي لما الجسم بيتاكسد، يعني ايه يتاكسد؟ يعني بيحصل ايه فنقول ان هنا في عمليه اكسده بتحصل؟ الخلايا بتطلع حاجه اسمها خلايا حره. اوكي. الخلايا الحره دي بتمشي في الدم تبوظ لي بقيه الخلايا كلها. طب وده بيحصل نتيجة ايه بقى؟ نتيجة حاجات كتير جدا. زي؟ جدا. ال كمية السكريات اللي بتتاكل عمال على بطال. اوبا. التدخين. الله. كفاية. أنا عن نفسي أكتفي بهذا. التعرض للشمس من غير واقي شمس. كمان. طبعا حاجات كتيرة جدا بتأكسد لي البشرة والجسم وكل حاجة.
المقالي الفرايد، الحاجات الفرايد على طول، الزيت اللي بيتحمر بالخمس والست مرات ما برميهوش وارجع حمر. معنى كده ان ضروري يعني الجسم يدخل له حاجه اسمها انتي اوكسيدنت، يجي الفيتامين يضحي بنفسه هو اللي يتاكسد ويحمي الخلايا من الاكسده. اوكي، لفته حلوه من الفيتامين. اه طبعا. فيتامين اي موجود داخل الفا مالتي فيت، وبطمن كل الناس ان الفا مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء ومتوافر في الصيدليات. اوكي، الفكره في شركه بايو ناتشرال ان هي موفره كورس كامل. يعني ممكن اخش صيدليه الاقي بيستا بس ما الاقيش الفا مالتي فيت، اخش صيدليه ثانيه الاقي الفا مالتي فيت ما الاقيش بيستا. فالكورس متوفر بشكل كامل داخل شركه بايو ناتشرال، وكمان الاخصائيين التغذيه اللي موجودين في الشركه بيقدروا يتابعوا الحاله اللي عايز يخس. يعني اه نقدر ناخد بيستا من الصيدليه بس مش هيبقى فيه متابعه، لكن في الشركه هيبقى فيه متابعه. طيب تعالي نروح للشخص اللي تعامل مع بيستا وفقد قولي 15 كيلو من وزنه في شهر او في شهر ونص مثلا. ال 15 كيلو اللي فقدهم دول مش بينتج عنهم جلد مترهل؟ ترهل طبعا. بيتعاملوا ازاي بقى مش كل الناس بتخس بال 15 كيلو؟ الاوفر ويت قوي 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 هم اللي بيبقى نزلاتهم قويه. يعني مهم قوي اخد الفا مالتي فيت لان فيتامين سي بيشد الجلد لانه بيعزز لي انتاج الكولاجين، فمهم قوي ان اخد فيتامين الفا مالتي فيت، ومهم ان انا العب رياضه. من الاخر مهم قوي ان انا العب رياضه عشان ما اسيبش جسمي للترهل. طب هل في محاذير معينه، هل في اشخاص بيعانوا من امراض معينه تمنعهم من التعامل مع بيستا؟ بيستا امن، مرخص من وزاره الصحه. ضغط سكر؟ لا مفيش اي قلب. مشكله على فكره مريض السكر مهم انه ياخد الفا مالتي فيت، ومهم انه ياخد بيستا لانه في كروميوم. الكروميوم مهم جدا بيحرق السكر في الدم. ولا يتعارض مع اللي بياخدوا انسولين مثلا؟ لا اطلاقا، هو طبعا روشته الدكتور رقم واحد، والمكملات الغذائيه بتدعم روشته الدكتور. لا لا ما يتعارضش مع الانسولين ولا حتى الادويه بتاعه السكر يعني. أوكي. خالص. طيب زي ما كنت بسالك من شويه، هو في حد ادنى للعمر اللي ممكن يستخدم المنتج ده؟ هل في حد اقصى للعمر يعني كبار السن ممكن ياخدوه برضو عادي؟ اه طبعا ما فيش اي مشكله. هو بيتهيألي نسبه السمنه المفرطه في حاله كبار السن مش كتير قوي يعني، ولا موجوده انت ادرى منه؟ لا لا موجود طبعا، موجود برضو. موجود طبعا. طب بالذات كبار السن اللي ما بيتحركوش وقاعدين في البيت بياكلوا كتير. اوكي. وبعدين انا كل ما بكبر معدل الحرق عندي بيقل اصلا. بعد ال 40 وال 45 معدل الحرق. طب يعني اللي عنده حاجه و60، اللي عنده حاجه و70 عادي؟ اه طبعا امن جدا، وامن جدا ليهم الفا مالتي فيت، وامن جدا ليهم بيستا. ما فيش تحسي مع الاعمار الكبيره في حاجات معينه بتسرع مثلا من معدل ضربات القلب ولا النوع ده من الامور؟ لا ده مش مع بيستا، ما انا قلت بيستا امن ما بيشتغلش على المخ، ما بيعلليش ضربات القلب، ما فيهوش. هو فيه الياف وفيه فيتامين سي وفيه كروميوم فقط لا غير، ما فيش اي انجريدينت بيعمل لي هارت ريتس او تاكي كارديا عاليه. يعني برضو نعرف الناس الجرعات في حاله بيستا. احنا بنتكلم هو القلب بجواها اكياس. اكياس بياخد ثلاث مرات قبل ثلاث وجبات. قبل ثلاث وجبات الرئيسيه. ممكن الناس تاخد بنص ساعه مثلا، قبليها بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، ما نحطش بق ميه هيكلكع. لازم ادوبه كويس قوي. أوكي. فعلى الكوبايه عشان كلها. يعرف ينفش في المعده. عشان يعرف ينفش في المعده وما كلش كتير. بيستا بيتحكم له في معدل الشبع، وبتقعد فتره مش جعان. يعني ممكن تقعد بالخمس ساعات مش حاسس انك جعان يعني. زي الفل. واللي عايز يخس هيعوز ايه احلى من كده؟ ايوه صح. نورتينا دينا، بشكرك على وجودك كالعاده، بنسعد دايما بوجودك معانا، وبنتمنى لك كل التوفيق. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد. الى اللقاء.